شيء، وانطلق الشباب الفلسطيني برمته إلى الأحزاب، حتى أكاد أجزم أن جميع الأحزاب قد أسسها أو قادها فلسطينيون، حتى ما جاء ميلاد الثورة الفلسطينية والابن البكر لفلسطين وانطلقت حركة فتح وقامت بعمليتها الأولى. لو سمحت لي سيد السامح، محمد عمران، كنت تشاهد قوات الاحتلال الآن تحاول استفزازنا، فهي تعلم أننا من تلفزيون فلسطين، قاموا قبل دقائق بالاعتداء على الزميل هاني فنون. نعم، نتمنى السلامة، كل السلامة للزميل هاني فنون الذي اعتدت عليه قوات الاحتلال قبل دقائق، ولكن الحمد لله إصابته كانت طفيفة إلى حد ما. كيف تم الاعتداء على الزميل هاني عايد؟ كيف اعتدى جنود الاحتلال عليه؟ بطبيعة الحال قام وهو يقف أمام سيارة التلفزيون، أمام مركبة التلفزيون، بمحاولة ربما دهسه، ورطمه أحد جنود الاحتلال بيده، إلا أن الإصابة كانت طفيفة جدا. عمران، نعود، نتمنى طبعا بطبيعة الحال السلامة، كل السلامة. نعم، لزميل هاني فنون.